السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مباشرة من أمام مسجد الإحسان، ومن أمام الساكنة ديال المسيرة واحد، ومن أمام مؤسسة محمد الخامس للتضامن، كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، كارثة اللي ما فهمناش من المسؤول على هذه المهزلة. هذه مكان اللي كان مخصص في واحد الوقت لواحد الفضاء ترفيهي يعني، وكانت واحد المقهى وكانت واحد الامور اللي هي مزيانه، اليوم ولات واحد المكان خاص لعده ممارسات سلبيه كارثيه. وكنتمنى من الجهات المسؤوله جماعه تمارا وكذلك السلطات المحليه انها تضرب بيد من حديد، لان هذا الوضع هذا امام مسجد الاحسان كنشوفوا زباله، واللي ما تتلو شي بهيمه كيدفنها هنا، واللي بغى يدير شي كارثه كيجي يدخل لهذا المكان هنا. غادي نقربكم اكثر من الداخل باش تشوفوا الوضع كيفاش داير. في الوقت اللي تكون واحد الجرده هنا، وليدات كيقراو هنا كيدوزوا على هذا الوضع هذا هنا، اللي بغى يخوي الزبل كيجي يخويه هنا. خليكم معنا غادي نكتشفوا الوضع الداخل. كما كتشوفوا معنا متابعينا الكرام، حنا دخلنا الموقع في المركز ديالو، وهذا هو الوضع الكارثي اللي كيتشكى منه هذا الفضاء. وربما لكن كنهضروا على فضاء، كنهضروا على واحد الجماد. هذا الفضاء دايره به واحد مجموعه ديال الساكنه اللي مع وليداتها، الساكنه اللي ولات كتحشم تحل الشراجم ديال البيوت ديالها، الساكنه اللي ولات كتشوف واحد المشاهد مخله للحياء في هذا الفضاء. عيب وعار نشوفوا هذا الوضع هذا امام مركز تكوين وتقويه قدرات الشباب، مؤسسة محمد الخامس للتضامن. عيب وعار نشوفوا بحال هذا المشهد هذا، عيب وعار نشوفوا بحال هذه الامور هذه هنايا. اللي بغى يقضي حاجته كيدخل يقضيها هنا، علاش ما تكونش واحد الالتفاته من الجهات المسؤوله ونشوفوا واحد الفضاء مميز؟ مدينه تمارا تفتقر للفضاءات والمساحات الخضراء كما كتشوفوا معنا. والله القاسم واخا دابا بغيت نوريكم امور اللي هي خايبه، مع هذه الخضوره كتبان الامور زوينه. ركزوا معايا مزيان، انتم كتشوفوا هنا اللي بغى يقضي شي امور اللي هي ماشي هي كيجي هنا بالليل ما وراء التاسعه والعاشره، وكتكون امور كارثيه هنا. خليكم معنا نكتشفوا الفضاء كيفاش داير. انتم لا قدر الله الاخوان كتوقع كوارث هنايا، ما كنجيبوش ليها الخبر. كنتمنوا من الله، حنا مطالب ديالنا الجهات المسؤوله انها، انتم راه كيجيو الناس كينعسوا هنا، كيجيو امور يقضيو غرضهم هنا. انتم كارثة كما كتشوفوا الاخوان. انتم شوف 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 الوضع كيفاش داير هنا، شوف يا ربي السلام. رسالة للمسؤولين، راه عيب وعار، عيب وعار في المركز ديال مدينة تمارا كنشوفوا هاد المشاهد، عيب وعار امام مسجد الاحسان كنشوفوا هاد المشاهد هادي. هادي رسالة، وحنا كلنا ثقتنا في السيد رئيس جماعة تمارا انه يكون شي تدخل في القريب العاجل في هذا الموضوع هذا، وكذلك السلطات المحليه. راه عيب وعار نبقاو نشوفوا هذه المشاهد هادو. انتم كتشوفوا راه كاين اللي شعل العافيه شي وقت هنا، انتم كتشوفوا السقف، كنشوفوا الناس كتبات هنا بالليل. ولكم ان تتخيلوا مشاهد مخله للحياه ما وراء الساعه التاسعه والعاشره. واللي بغى يتاكد يجي بالليل ويشوف شنو كيوقع هنايا. راه هاد الشراجم هادو ديما مواليهم سادينهم، هاد الشراجم ديما مواليهم سادينهم، ما كيقدروش يحلوهم. فكنتمنوا من الله ان يكون تدخل في القريب العاجل، كنتمنوا من الله ان يكون تدخل في القريب العاجل، يتم اعاده التهيئه ديال هذا الفضاء، يتم الهدم ديالو وتعوض بحاجه اخرى. وافضل حاجه، افضل حاجه هو ان نشوف واحد الجرده هنا، لانه فضاء صراحه ديال واحد المساحه خضراء هنايا اللي غتعطي واحد الجماليه لهذا الحي، خصوصا كنهضروا على مدينه تمارا تفتقر للمساحات الخضراء. انتم الاخوان راه اش نقول لكم، الله المستعان. البنات الدراري هنا بالليل مصيبه كحله، هنا البنات والدراري هنا بالليل مصيبه كحله. اللي بغى يلوح الزبل ديالو كيلوحو هنا، اللي ما تتلو شي بهيمه كيجي يدفنها هنا. هنا تدفنات بهيمه يعني واحد المده قليله دابا باش دفنات هنا. علاش هذا الفضاء هذا ما يتمش الاستغلال ديالو على النحو الايجابي؟ انتم كما كتشوفوا اللي بغى يلوح الزبل راه كيلوحو هنا. جاو الاخوان ديال النظافه واحد الوقيته ونظفوا القراي عامرين بشي امور ماشي هي هذيك في الاتجاه هذا، ولكن علاش ما نكملوش الخدمه؟ علاش علاش اللي ما نكملوش الخدمه وتمشي الامور مزيانه وتزيان الصوره كما كنشوفوا؟ علاش انتم الاخوان؟ عيب وعار امام مسجد الاحسان،
أمام مسجد الإحسان وأمام مؤسسة محمد الخامس للتضامن. عيب وعار، عيب وعار أننا نشوف هذا المنظر هذا، عيب وعار، عيب وعار. وفي القلب ديال المدينة كنتمنى من الله نشوف الفرج عما قارب، ونشوف التدخل ديال العمال النظافة عما قارب، ويتسد هذا القنت هذا وتقاد الأمور. كنتمنى من الله الإخوان يبارطاجيو معنا الفيديو باش الأمور توصل. انتم كما كتشوفوا هنا معانا كنت انا كيفاش داير، فالناس كتستغل هنا الوضع المجموع من الامور اللي هي كارثيه. راه نقول لكم الله يدير شي فرج، الله يدير شي فرج. راه بنادم اش نقول لكم، كنتمنوا الله يدار شي مراكز اللي تكون تنفع بها المدينه وترجع للساكنه بنقط اللي هي ايجابيه. راه كاين هنا بعض المرات راه كتلقى بنت ولا دري بايت هنا في الخلا، راه مصيبه كحله وما كتعرفوش علاش يقدر يصبح، واش يصبح حي ولا ميت. فرجاء راه الساكنة تعاني في صمت رهيب بصفة خاصة، ومدينة تمارة بصفة عامة. فكنتمناو من الله، كنتمناو من الله أنه في القريب العاجل يدار حل لهذا البارك، يدار شي حل لهذا البارك هذا اللي صراحة كان في واحد الوقيتة متنفس، اليوم راه ولا كيخنق عباد الله، اليوم ولات الساكنة كتعاني منه بزاف. فكنتمناو من الله أنه الحل يدار في القريب العاجل. وحنا كنتواجدوا امام مسجد الاحسان وامام مؤسسه محمد الخامس للتضامن، مركز تكوين وتقويه قدرات الشباب. فهذا هو الوضع اللي كتشوفوا معنا الاخوان، نتمنوا من الله الخير والتيسير لنا عوده في الموضوع، وغادي نواكبوا الموضوع ان شاء الله وغادي نرجعوا ليه. وكونوا متاكدين انه ملي غنشوفوا التدخل ديال الجهات المسؤوله فغنواكبوا العمليه وغنوهوا بالمجهودات ديالهم وغنكبروا بهم كما غيكونوا سمعوا لينا، غنديروا حتى حنا اللازم ونواكبوا الامور اللي غتزيد بالمدينه القدام. فانتم الاخوان هادشي كله قايل للسوق في وضع كارثي بهذا المعنى، وضع كارثي في هذا البارك هذا. فنتمنوا من الله الجهات المسؤوله تدخل عنتم. عيب وعار امام مؤسسه ديال مركز التكوين وتقويه قدرات الشباب، نشوفوا هذه الحاله هذه. عيب وعار الوليدات كيدوزوا يوميا كيقراو هنايا، عيب وعار يوم الجمعه الدنيا كتعمر بالناس المصلين هنا ويدوزوا على هذا الوضع الكارثي هنايا، كتولي زباله هنا. كيجيو الناس ديال النظافه كيجمعوا هنا ويجيو الناس من وراهم عاوتاني يجيبوا الزبل، واللي عنده شي كروسه حتى هو كيجيبها يخويها هنا ويبات في البارك هنا. فكنتمناو كنتمناو من الله تكون حلول في القريب العاجل. راه عيب وعار، كاين المسجد، كاين المدرسه، كاين امور اللي خاصة تدخل. هانتوما الاخوان، هانتوما عيب وعار، انتظر انا نشوف التدخل في القريب العاجل، في القريب العاجل ان شاء الله. الى هنا متتبعينا الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.